الفخر والعز تاتي بالعزايم حاجتين تضمن الله ضمنها سجلوها واعلنوا ناموس تايم فرحة من عشاء ما سج منها فرحة من عشاء ما سج منها الرهاوي ولا بنت الهم ولا بن حمزام الله 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 ايضا تابع ايضا مشاهدين الكرام الرهاوي يغير مع الامتان الاخيره مع الامتان المجنونه محمد بن عايض بن محمد الحمزام يخطف ناموس هذا الشوط من خلال تواجد الرهاوي سلام بن حمزام سلام سلام الرهاوي سلام اسعد الله صباحك على هذا الفوز والانتصار مشكور محمد بن عايض الحمزام على هذا الفوز حمد بن عايض بن حمزام تستاهل فوز الرهاوي وانتزاعه لشوط الانتاج اللي قال قدم تستاهل خير وعافيه مبروك الله يرحم والديك نعم ابو عايض وش سلاله الرهاوي؟ ابوه جبار جابر بن سعيد الخيرين وامه محليه نعم مشاركات الرهاوي قبل اليوم والله مشاركاته زينه ولا هي بالمطلوبه منه قعود كان ضالع الحمد لله يوم اشوفه اليوم رد مستواه المطلوب نعم والقعود قايم في الشوط ولا لحق؟ وش طبيعه مساره؟ لا لا قعود يقوم وسط منتصف المسافه يستلم متى بانت لك اليوم معالم الفوز وهل كان في منافسه صعبه في خط في الامتار النهائيه؟ والله معالم الفوز من عند الكيلو والنص طرف السبق عنده قعود عنده نهايه طيبه احمد الله ونشكره على التوفيق يعني انت اعتمدت بعد الله سبحانه وتعالى على احتياط القعود ما دام في المقدم المطيه السبوق اللي عندها احتياطي في المقدمه في الامتار الاخيره لا تخاف عليها الله يوفقنا وياك وهذا الفوز وانه مسلم تهدي اهديه الجميع مشجعين الشعار ولكم يا قناة الريان يبارك الله وجهك وجعلنا مسندين شكرا جزيلا الفخر والعز تاتي بالعزايم حاجتين